إن لإبليس مكايد كثيرة، من أعظمها أنه لا ييأس من الإنسان إلا عند النزع، فلا يزال يطمع في صرف الإنسان عن سبيل الله مدة حياته، يحاول معه الوقوع في الشرك سواء كان قاصدا عامدا أو كان غافلا أو جاهلا يوقعه في الشرك بالله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا يئس من إدخاله في الشرك حاول إيقاعه في إحدى الموبقات وكبائر الذنوب والفواحش، فإن عجز عن ذلك حاول أن يثنيه عن أداء فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في اللمم بصغائر الذنوب لعلها تقوده إلى الكبائر، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يترك بعض السنن المكملة للفرائض لعل الفرائض يدخلها النقص، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في المكروهات التي تهوي به إلى المحرمات إن هو استرسل فيها، فإن عجز عن ذلك حاول أن يترك بعض المندوبات التي هي سياج دون السنن والسنن سياج دون الفرائض، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في خلاف الأولى حتى يخسر بعض وقته ويضيع منه بعض عمره، فإن هو عجز عن ذلك حاول شغله بالمندوب عن الواجب وبالمفضول عن الفاضل، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في الغلو في الفرائض حتى يزيد فيها عن الحد المطلوب، فإن هو عجز عن ذلك حاول معه الغلو أيضا في بغض المحرمات والابتعاد عنها حتى يترك بعض ما هو حلال له فيحرم ما أحل الله فيقع في النقص من وجه آخر. هذه المحاولات المتتالية هي شبكة من شباك إبليس يحاول بها اصطياد عباد الله، ويوقع بها كثيرا من الضحايا كل يوم، وهي أنكى وأشد من وقع الصواريخ والطائرات والدبابات. ثم إن لإبليس جندين قائمين، أحدهما جند الشهوات والثاني جند الشبهات. أما جند الشهوات فهو ينقسم إلى قسمين: إلى الشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج، وإلى الشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الانتصار والولع بنقد الآخرين والكلام فيهم. وهذا الجند وهو جند الشهوات قل من ينجو من الوقوع فيه في كل عمره، فكثيرا ما يكون الإنسان في ساعة ضعف فيستهويه الشيطان لشهوة من الشهوات. إن استطاع أن يوقعه في الشهوات الحسية كحال كثير من الذين وقعوا في شراك إبليس وخداعه استجاب لذلك، فإن سمت نفسه عن ذلك ولم تكن الدنيا مؤثرة عليه حاول إيقاعه بالشبهات المعنوية، فإن هو عجز عن ذلك حاول أن يزين له نوعا من الشهوات من جنس آخر، وهو حب الاطلاع على ما يكتمه الآخرون عنه أو حب نقدهم حتى يجعل من نفسه حكما عليهم، أو أن يحاول في هذه الشهوات أن يجعل العبادة شهوة لديه فيمارسها بطريق الشهوة لا بطريق التعبد، فيذهب إلى الصلاة متطهرا متوضئا لكن لا يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وإنما يفعله عادة وشهوة جرى عليها وتعود عليها من لدن آبائه وأجداده. أما الجند الثاني وهو جند الشبهات فهي تنقسم إلى قسمين أيضا: إلى شبهات في التعامل مع الله وشبهات في التعامل مع الناس. ثم الشبهات في التعامل مع الله تنقسم إلى قسمين: إلى شبهات عقدية وشبهات تعبدية. أما الشبهات العقدية فلا يزال يلقي على الإنسان من أنواع الشبهات حتى يقول له: هذا العالم خلقه الله، فمن خلق الله؟ كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال يشككه في الأمر الذي لا ريبة فيه ولا يشك فيه إلا من عطل عقله وفطرته وابتعد عن دين الله بالكلية. إن الإنسان ليعجب
إذا سمع كلام بعض الذين وقعوا في حبائل إبليس وشراكه في الشبهات العقدية، كيف تشبثوا بما هو أضعف من نسج العنكبوت، وكيف تركوا وراءهم كتاب الله المحكم والسنة الصحيحة الصريحة، وتشبثوا بالموضوعات والضعاف والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وهم يتركون وراءهم الوحي البين السافر الذي هو كالشمس في رابعة النهار. إن هذا من العجائب، لكن من عرف طريقة إغواء إبليس للناس عرف أنه لا يستغرب عليه مثل هذا النوع من الخداع. فنحن نرى بعض أعوان إبليس من الإنس يخدعون الناس بأنواع الكلام الذي هو من جنس السحر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، فيوقعونهم بذلك في الأخطار والأخطاء. فكيف لا يكون إبليس الذي هو قائد هذا الحزب والذي ألهم أنواع الشبه، كيف لا يكون مقتدرا على مثل هذا النوع من التخليط على الناس والتلبيس عليهم؟ إن العجيب أن بعض الذين يلبس عليهم فيتشبثون بما هو أوهى من نسج العنكبوت لا يهتمون في كثير من الأحيان بدراسة ما هو نافع، ولا يدرسون العلم الصحيح، وإنما يبحثون عن متشابهات من الكتاب أو متشابهات من السنة أو ضعاف لا تقوى إلى درجة الاحتجاج فيتشبثون بها، ويتركون وراءهم الحق المبين الواضح الذي لا لبس فيه ولا خفاء. إن من أغرب الغرائب ما يحدث به بعض المصلحين في هذا الزمان أنه لقي رجلا من الذين يتشبثون بهذا النوع من التعللات، فسأله عن حكم شرعي، فبين له ذلك الحكم بدليله من الكتاب وبعدد من الأحاديث التي تدل عليه، فقال: لكن ورد في أثر موقوف رواه الترمذي الحكيم بلا إسناد في نوادر الأصول كذا وكذا. فقال: أبي هذا تعارض كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا هو من فعل إبليس، وهو الذي يجعل كثيرا من الناس يجمع الحجج الواهية والمترديات والنطيحات لأمر ليس له به علاقة وهو في غنى عنه، والدين كله في غنى عنه، وإنما تشبث به لأن إبليس ربط رأسه فيه وعقد عليه العقد، فلا هو يستطيع الخلاص من شبكة إبليس التي عقد على رأسه بوجه من الوجوه.